نبقى في تونس نطل عليها الآن من شباك أخضر، حيث تراجعت المساحات الخضراء والأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني. في المقابل ما تزال بعض الأراضي وسط العاصمة تحافظ على طابعها الفلاحي على الرغم من اكتظاظ المدينة وصخب أبنائها. لنتابع. التهمت المدن خيرات هذه المساحات وغيرت معالمها. الحاج محمد بقي شاهدا مع هذه الأرض على تاريخ منطقة المرسى، أحد الأحياء الراقية في تونس. يواصل مهنته الأولى، يزرع ما تبقى من أرض وينتظر غزو المدينة. الفلاحة تعبلها ولاد صغار، واللي عنده أرض متاعه ابني ولا المس أرض متاعه ما نجمش يفلح. وهنا ما عادش في ملطة، هنا فما طريف شوي هذاك، حتى اللي زرعين فيها القنوية نتاع الناس غاديك مش متاعهم، راه مبيوع الأرض كلها مبيوعة هنا ما فماش. تضاعف ثمن الأراضي هنا بشكل كبير، لكن بقيت بعض المساحات تقاوم من أجل المحافظة على صبغتها الأولى. هنا في هذا الحي يستفيد بعض مربي الماشية من هذه الأراضي كمرعى لأغنامهم بوضع قد لا يطول كثيرا، فهي أراضي مغرية للمستثمرين بعد أن تراجع عدد المهتمين باستثمار زراعتها. كون مثال مش نصرف أنا 20,000، نصرف 10 برك من جملة قتلي يدبروها هما 50% من باب ربي بلاش. هذيك هو ما كان الأغلبية مربوطين كي يبدأ فماش مرعى كل شيء نربطهم ونعاونهم وكل شيء. يختلف وضع هذه الأراضي من قطعة إلى أخرى، فبعضها ما زال يتمسك أصحابها بزراعتها، يمارسون نشاطا ورثوه عن أبائهم. وبعض هذه الأراضي يواجه مشاكل إدارية عقارية، وصعب على ورثتها حلها وتفويت فرصة استثمارها في العقارات والبناء. لا شيء إذن يشبه الأمس في هذه المناطق، ولا دليل على هويتها سوى بعض المساحات التي ما زالت تقاوم المد العمراني وتمسك أصحابها بنشاطهم الذي ورثوه عن أسلافهم. علي القسمي، العربي، تونس.